رسالة الإنسانية لمن لديه القرار في البحرين وصول وتفشي فيروس كورونا إلى السجن هي مسألة وقت فقط بسبب قلة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها إدارة السجن وعدم مسؤولية الضباط والحراس بسبب اختلاطهم مع السجناء. السادة أصحاب القرار، أنا أحد السجناء السياسيين ذوي الأمراض المزمنة ومصاب بداء السكري، وأتكلم نيابة عن زملائي المرضى. نحن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا في حال انتقال العدوى للسجن حسب منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية توصي بقياس نسبة السكر بانتظام ومراقبة علامة ارتفاعه والتمسك بتوصيات التغذية الصحيحة. جميع هذه التوصيات نفتقرها في السجن. حامد جعفر محمد المحفوظ، 6 أبريل، سجن جامعي.